اليوم طلعت أخبار سببت صدمة للبعض، وهي أن لعبة أساسن كريد فالهالا القادمة بتشتغل بدقة 4K مع 30 إطار على جهاز المايكروسوفت الجديد. الكل طبعاً قال كيف كذا؟ يا جماعة ما اتفقنا، جيل جديد وأجهزة قوية، قلنا على الأقل نبي اللعبة تشتغل 60 إطار على دقة 4K. طيب قبل ما نطلع باستنتاجات ما لها داعي، خلونا نحلل الأمور بمنطقية. إيش هي قدرة أجهزة الجيل الجديد فعلاً؟ ولا تخافون، ما راح ندخل في أي تفاصيل معقدة، والكلام اللي بنقوله بيكون مفهوم للجميع. أهم عامل عندنا في تحديد قوة الجيل الجديد هو كرت الجرافيكس. أجهزة الجيل الجديد كلها تستخدم كروت جرافيكس بتصميم خاص من AMD، ورغم أن ما عندنا تجارب علمية إلى هذه الكروت، بس في معلومة مهمة نقدر نقيس عليها أشياء كثيرة. قبل عدة أشهر، شركة إنفيديا الشهيرة في مجال كروت الجرافيكس البي سي قالت بشكل صريح أن كرتها RTX 2080 أقوى من أجهزة الجيل الجديد من الألعاب لما كانت تستعرض على لابتوبات جديدة يتم إطلاقها قريبا. نتكلم عن كرت نزل قبل ما يقارب سنتين في الأسواق، وهذا بعد مش أقوى كرت عند شركة إنفيديا، بل أقوى كرت عندها هو الـ RTX 2080 Ti. بس السؤال المحوري هو لما نجي نتضايق أن الـ Xbox Series X ولا الـ PlayStation 5 بيشغلون أساسن كريد الجديدة فقط على دقة 4K و30 إطار، مش من باب أولى نسأل أنفسنا البي سي بقوة وجبروته إيش يقدر يسوي أصلاً مع لعبة مثل أساسن كريد؟ المعلومات اللي بنقولها بتكون صدمة للبعض. خلونا ناخذ لعبة أساسن كريد أوديسي كمثال. زي ما تعرفون على البي سي الواحد يقدر يعدل مواصفات اللعبة وعلى عدة مستويات، كل ما رفعت المستوى تزيد قوة الجرافيكس في اللعبة. إحنا بنشوف اختيار اللعبة على أعلى مستوى جرافيكس وهو ألترا، وتشغيل على دقة 4K عشان نعرف فعلياً كم معدل إطارات بيكون. مع كرت RTX 2080 واللي هو إنفيديا قالت أنه أقوى من أجهزة الجيل الجديد، اللعبة فيه جابت معدل 40 إطار في الثانية. أما مع كرت RTX 2080 Ti وهو أقوى كرت جرافيكس البي سي حاليا، اللعبة قدرت تجيب معدل 45 إطار بالثانية تقريبا. ومن النتائج هذه نشوف منطقي جدا أن أجهزة الجيل الجديد بتشغل أساسن كريد على 30 إطار، خصوصا أن كروت الجرافيكس فيها أضعف من الكروت اللي شفنا اختبارها فوق على البي سي. بس السؤال فعلا، هل هذا يعني أننا ما راح نشوف الحلم وهو 4K و60 إطار في ألعاب أجهزة الجيل الجديد؟ قبل ما يسيبكم أحباط تام، الإجابة طبعا لا. ليش؟ لأن المقاييس بتختلف بين لعبة أخرى وبين مطور وآخر. مثلا لعبة Forza 7 على جهاز الـ Xbox One X الحالي تشتغل بدقة 4K الحقيقية الكاملة وسرعة إطارات توصل إلى 60 إطار في الثانية، وبعض الألعاب مثل دوم تشتغل بدقة 4K و60 إطار على جهاز الـ Xbox One X الحالي، بس طبعاً مش بأداء ثابت 100%، بحيث المطور ثبت عدد الإطارات مقابل دقة متغيرة. يعني أحياناً إذا زاد الضغط على الجهاز بيتم تقليل الدقة إلى تحت 4K بشيء طفيف جداً. مطوري لعبة دوم بشكل عام مذهلين، يعني لو بناخذ لعبة دوم إترنال الحديثة جداً فهي تشتغل بدقة 1080p على جهاز الـ Xbox One X مع 60 إطار بالثانية، وتشتغل بدقة 4K على أعلى إعدادات في البي سي وفوق 70 إطار حتى مع كرت قديم مثل 1080 Ti. لذلك لعبة مثل هذه ممكن تشتغل بسهولة على أجهزة الألعاب الجيل الجديد بدقة 4K و60 إطار. لذلك دقة 4K و60 إطار مش مستحيلة أبدا، وبنشوفها مع ألعاب عدة في الجيل الجديد، وبتكون أكثر في الألعاب اللي بتطلبات الجرافيكس حقتها أقل مثل ماينكرافت مثلا. الأمر كله يعود للمطور. لا ننسى أن بعض التقنيات الجديدة اللي بيختارها المطور استخدامها مثل Ray Tracing بتستهلك موارد الأجهزة بشكل كبير. هل المطور بيفضل يستخدمها ويزيد جمالية اللعبة أو يبتعد عنها ويركز على الأداء؟ هذا بيعتمد على نوع اللعبة. ألعاب بتركز على القصة مثل Assassin's Creed وUncharted بتحاول تعطي أفضل جرافيكس ممكن وما يهمها أبداً تكون 60 إطار، بينما ألعاب تركز على التنافسية مثل Overwatch Call of Duty وبنشوف المطورين فيها يبحثون عن الأداء أكثر وبيحاولون يضمنون على الأقل 60 إطار، إذا ما حاولوا بعد يجيبون 120 إطار. وهذا موضوع مهم لازم نتطرق له، رغم أن أجهزة الألعاب المنزلية القادمة زي Xbox Series X والبلايستيشن 5 ما تعطيك خيارات تخصيص الجرافيكس مثل البي سي بشكل مفصل، لكنها ممكن تعطيك خيارات بسيطة مثل لعبة Dirt 5 للسيارات اللي أعلنت مؤخرا في مؤتمر مايكروسوفت للجهاز الجديد. المطور ذكر أن اللعبة بيكون فيها خيار أنها تشتغل على معدل 120 إطار في الثانية، وقال أن الخيار الأساسي هو 4K مع 60 إطار. الكل طبعاً يفترض أن معدل 120 إطار الأعلى للعبة بيكون على حساب دقة اللعبة، يعني بتنزل من 4K إلى 2K أو حتى 1080p.
للحين مش واضح ولا في تصريح رسمي من المطور، لكن بشكل عام نقدر نفترض أن عدد الشركات بتقدم خيارات مشابهة في ألعابها، بحيث اللي يفضل الدقة بيختار أن يلعب 4K حقيقي على حسب الإطارات، أما اللي يفضل أداء فبيختار أن يلعب بمعدل 60 إطار أو أكثر على حساب الدقة اللي بتنزل عن 4K. في النهاية هي معادلة صعبة بيدخل فيها قوة العتاد والتكلفة وخيارات التطوير وغيرها من العوامل لتحديد أداء كل لعبة، لكن أكيد أجهزة الجيل الجديد بتكون قوية وبتفرق عن أجهزة الجيل الحالي، وتركيز الشركات بيكون كبير على تحسين تجربة المستخدم حتى خارج إطار رسوم اللعبة. مثل ما شفنا كيف سوني ركزت كثير على موضوع الاس اس دي وسرعات التحميل في الألعاب، لازال أمامنا الكثير عشان نشوفه، وسوني لحد هذه اللحظة ما كشفت حتى عن شكل جهازه بلايستيشن 5 وألعابه، ومايكروسوفت وعدتنا في شهر يوليو أنها تكشف عن ألعابها الخاصة مثل هيلو إنفينيت. لذلك خليكم دائما معانا في ترو جيمينج واشتركوا بالقناة يا أروق المتابعين عشان تعرفون كل شيء أول بأول عن الجيل القادم من الألعاب. كان معاكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.